ايه الادب؟ معانا دلوقتي اول درس ادب في منهج تانية ثانوي بتاع اللغة العربية، وهو درس اسمه المعلقات. كنا خدنا السنة اللي فاتت ايه هي المعلقات، وعرفنا ان هي قصائد طوال قيلت في العصر الجاهلي. تمام؟ ليه سميت بالمعلقات؟ لثلاث أسباب. السبب الأول أنها تعلق في الأذهان. السبب الثاني أن هي كانت برضو تعلق على أستار الكعبة. السبب الثالث أن هي شبهت بعقود الدر التي تعلق في نحور النساء. يبقى تشبهت يبقى اتقال عليها معلقات عشان بتعلق في الاذهان، تعلق على استار الكعبه على ورق يكتب بماء الذهب، تمام، وشبهت بالعقود اللي بتعلق على نحور النساء. تمام، عندنا النهارده هنعرف مين اللي كتب المعلقات. اللي كتب المعلقات هم سبعه شعراء. تمام، يعني احنا عندنا سبع معلقات وتسموا بشعراء المعلقات. السبعة دول هناخدهم بالتفصيل واحد واحد، نعرف نبذ عنه ونعرف اتشهر بايه وايه اسلوبه في الكتابة في المعلقة بتاعته. اول واحد معانا هو امرؤ القيس. امرؤ القيس ده اشهر واحد في اصحاب المعلقات، وهو اول واحد خالص، دايما بيتقال اسمه بالترتيب يبقى رقم واحد، وتعرف دايما ان هو الملك الضليل. ليه اتعرف بالملك الضليل؟ علشان هو ابوه كان ملك، وكان ابوه مش حابب ان هو يعمل يكتب شعر، فقام ساب باباه وراح بعيد وقال ان هو لا، انا هفضل اكتب طول عمري الشعر، فعشان كده اتسمى بالملك الضليل. ومن كتر ما الشعر بتاعه كان حلو ومؤثر اتسمى بامير شعراء العصر الجاهلي. تمام، بما انه طبعا كل ده كان في العصر الجاهلي. تمام، فهو كان من احسن الشعراء واجودهم، فتسمى بامير شعراء العصر الجاهلي، الى جانب ان هو لقب برضه بالملك الضليل. طيب الشعر بتاعه تميز بايه؟ طبعا هو كل واحد من الشعراء دول ليه الحاجه اللي بتميزه عن غيره، وليه الحاجه اللي يعني اللمسه الشعريه بتاعته. فهو اتعرف دايما ان هو بيعمل حاجه اسمها استيقاف الصحب. كان دايما زمان الشاعر او الشخص اللي هو مكانه عاليه او ملك او كده بيمشي معاه شخصين، اللي هو الحارس بتاعه والناصح بتاعه. فكان دايما في الشعر بتاعه بيوقف صحابه في الشعر، فبيقول في البيت بتاعه: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. تمام، وعامه البيت ده اغلبه اسامي مناطق، فما نستغربش من الصعوبه، يعني سقط اللوى وحوملي والدخول كل دي اسامي اماكن يعني. فهو اتعرف ان هو بيستوقف الصحب، يقول قفا نبكي. تاني حاجه اتعرف بان هو بيحب جدا يعمل نسيب، اللي هو الغزل، فترقيق النسيب. من ضمن ترقيق النسيب بتاعه ان هو كان بيشبه النساء، تشبيه النساء بالظباء والمها، شبه النساء بالظباء والمها، ان هو كان بيشبههم يعني في حسن العينين واتساعهما بان هما زي الظباء والمها. ثالث حاجه ان هو كان بيحب جدا يصف، بيحب جدا الوصف، فكان بيصف بيهتم بوصف الليل والخيل والصيد. دي من الحاجات اللي هو كان بيحب يصفها، وطبعا كان بيصف المحبوبه وكان بيبكي على الديار. وبكده نكون عرفنا شوية حاجات عن امرؤ القيس. تاني شاعر من شعراء المعلقات معانا هو طرفة ابن العبد من قبيلة بكر، فهو طرفة ابن العبد البكري. طرفة ابن العبد ده تاني شاعر بعد امرؤ القيس، وهو كان يعني اصغر الشعراء الجاهليين خالص، حيث انه توفي وهو عنده 26 سنة، وتوفي مقتول، عشان كده تسمى بالغلام القتيل، عشان هو اتقتل قبل ما يموت.
فالناس قالت عنه أشعر الناس ابن العشرين، إن هو كان أجود الناس في الشعر ومات وهو عنده 21 سنة. كانت المعلقة بتاعته من أجود المعلقات، بس كان فيها كلام كتير غريب، علشان كده لما نيجي نتكلم عن المعنى بتاع أو يعني التميز بتاعها كنا هنقول إن هو غريب الوصف، إن هو يعني كلامه غريب شوية. تمام، بس هو كان القصيدة بتاعته عادية جدا، بتدور حول البكاء على الأطلال كالعادة، زي طبيعة القصيدة الجاهلية كان فيها بكاء على الأطلال. تاني حاجة كان عندنا كمان، كان دايما بيصف الترحال، عارفين ان هما ما كانوش ثابتين في مكانهم، كان طبعا بيصف المحبوبة، بلس ان هو زود حاجة كمان، كان بيحب الفخر، الحكمة، و رثاء نفسه، كان بيرثي نفسه في قصائده حتى قبل ما يموت. وكان بيتميز جدا بان هو دقيق الوصف، وان هو غزير المعنى، رصين العبارة. دي من مميزات طرف ابن العبد. تمام، يبقى لو حبينا نراجع اللي احنا قلناه، هنقول ان امرؤ القيس اتعرف بالملك الضليل وامير شعراء العصر الجاهلي، انما طرف ابن العبد اتسمى بالغلام القتيل، وقالوا عنه اشعر الناس ابن العشرين. تمام، تالت واحد معانا هو زهير ابن ابي سلمى، وهو ده اللي كتب نص من تجارب الحياة. فاحنا لو فاكرين هنلاقي ان هو اتعرف بشاعر الحوليات، علشان كان بياخد حولا كاملا في كتابة الشعر الواحد، اي النص الواحد، ان هو كان بيقعد 4 شهور بينظمها، 4 شهور بيهذبها، 4 شهور بيعرضها على اصحابه، فبعد كده بيبينها للناس، فكان بيقعد سنة كاملة عشان يطلع قصيدة واحدة. طبعا ده احنا المفروض نعرف ان زهير بن ابي سلمى نشأ في بيئة شعراء، كان أبوه شاعرا، وكان خاله شاعرا، وكان زوج أمه شاعرا، وكانت أختاه شاعرتين، وكان ابناه شاعرين، وكمان كان حفيده برضو شاعر. تمام، فهو يعني نشأ في بيئة كلها شعراء، وكان خاله اسمه بشامة ابن الغدير، كان هو اللي علمه أصول الشعر، وهو أحد الأشراف، فهو استند ليه في الحكمة والأدب، وتخلق بالكثير من صفاته. وكان عمر بن الخطاب بيحب جدا زهير بن أبي سلمى وشعره، وكان دايما بيقول إن هو من أشعر الشعراء، وإن هو دايما بيمدح الناس بما هو فيهم، وما كانش أبدا أبدا بيمدح حد بحاجة مش موجودة فيه. طب لو هنيجي نتكلم عن المعلقة بتاعته، هنقول ان المعلقة بتاعته اول حاجة خالص كانت دايما تبدأ بمقدمة طللية، ان هو بيبكي على الديار او بيصف المحبوبة، ودي حاجة عادية جدا. تاني حاجة عملها زهير بن ابي سلمى، احنا عارفين ان هو متخصص في شعر ايه، شعر الحكمة، زي نص من تجارب الحياة، فكان دايما بيحب ان هو يختم ابياته بالكثير من الحكمة. تمام، وكمان مرة كان هو يعني زي ما صدر نص يعني من تجارب الحياة، وده أصلا من المعلقة بتاعته على فكرة، ده حتة من المعلقة بتاعته، فهو كان دايما بيذم الحرب، يعني هو بيكره الحرب، وبيقول الناس لا انتوا مش لازم تحاربوا، انتوا لازم تعيشوا في محبة وسلام، فكان بيذم الحرب، وكان بيمدح من يشارك في الصلح. تمام، كما انه مدح قبيلة عبس لتماسكها وقبولها دايما دعوة الصلح. رابع واحد هو لبيد ابن ربيعة، لبيد ابن ربيعة العامري، عشان هو كان من قبيلة عامر. تمام، دلوقتي لبيد ابن ربيعة ده عاش كتير جدا، عاش 145 سنة، فسمي او لقب ان هو احد الفرسان المعمرين، ما ماتش باله كتير، والشعراء المجيدين، والحكماء المجربين.
ان هو عايش كتير قوي فجرب كتير جدا. الحكماء المجربين. تمام. كان هو شاعر مخضرم. يعني ايه شاعر مخضرم؟ يعني حضر عصرين، عصر ما قبل الاسلام اللي هو العصر الجاهلي، والعصر الاسلامي اللي هو عايش 145 سنة في حضر العصرين. وبعد ما اعلن اسلامه تفرغ لحفظ القرآن وهجر الشعر، وكان دايما 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 بيدعو الى الصفات الحميدة زي حسن المعاشرة وحسن المفارقة وحفظ الجار والكرم والنجدة وكل الأخلاق الكريمة. وكان في الشعر بتاعه دايما دايما بيهتم ان هو يظهر، يعني في اسلوبه، يعني كان دايما يبان فيه فخامة العبارة، ودايما دايما عقائد الإيمان، بما ان هو أسلم وتفرغ حتى لحفظ القرآن يبقى دايما بيبين عقائد الإيمان. وزي ما في فخامة العبارة فهو في نبالة الفخر، ده غير طبعا ان هو دايما كان بيدعو الى الحكمة حيث انه من الحكماء المجربين. تمام. وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان اللبيد لما قال الا كل شيء ما خلا الله باطل كانت اصدق كلمة قالها شاعر. خمسة، معانا عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم اختلف عن باقي شعراء المعلقات ان هو بدأ قصيدته بوصف الخمر، ما بدأش بوصف الديار والمقدمة الطلالية والغزل زي بقية الشعراء. عمرو بن كلثوم ده كان سيد في قبيلة اسمها قبيلة تغلب. تمام. وكانت في حرب من الحروب قبيلة تغلب دي ضد قبيلة بكر. تمام. اللي هي حرب البسوس، اللي هي الحرب بتاعت الناقة اللي دخلت عند قبيلة من القبيلتين، فأما حد من القبيلة التانية قتلها فقامت قامت حرب على أتفه الأسباب ودارت كذا سنة ورا بعض. عمرو بن كلثوم ما كانش بيفتخر غير بالعزة والمنعة والقوة والبسالة، ما كانش بيفتخر بالمال، كان بيفتخر بكرم العنصر ومجد الأسلاف. حتى كانت مامته ليلى بنت المهلهل اللي كانت أصلا أبوها ملك. تمام. في يوم من الأيام كان هو بيحاول يصلح ما بين تغلب وبكر، في يعني الحكم في الموضوع ده كان عمرو بن هند، وعمرو بن هند ده كان يعني سيد كبير ساعتها. الفكرة ان عمرو بن هند حاول ان هو يهين والدة عمرو بن كلثوم وهي ليلى بنت المهلهل. عمرو بن كلثوم ما سكتش فقام قتل عمرو بن هند على مرأى ومسمع من حاشيته، علشان كده اتسمى بأفتك او احد فتاك العرب، سمية بأحد فتاك العرب لانه قتل عمرو بن هند. تمام. وكان دايما دايما تدور قصته على وصف الخمر وساقيات الحمر والتهديد والوعيد لعمرو بن هند والفخر بالقبيلة اللي هي قبيلة تغلب وأيام حروبها وكده. تمام. حتى قيل عنه أنه شاعر القصيدة الواحدة، لأن ما جلناش منه غير قصيدة واحدة، واتقال عنها أن هي من جيد شعراء، من جيد شعر العرب، وهو قالها في سوق عكاظ فأجلها العرب لدرجة ان هم قالوا ان الناس سابت شغلهم وسابوا شغلهم وفضلوا يقولوا قصيدة عمرو بن كلثوم. سادس حد معانا من شعراء المعلقات هو عنترة ابن شداد. تمام. وطبعا اتكلمنا عنه كتير جدا السنة اللي فاتت، فهو تقريبا كل حاجة عنه معروفة، ان هو احد فرسان قبيلة عبس وكان يدافع عنها، وكان عنده دايما دايما عقدين او عقدتين، رق امه وسواد وجهه ووجهها طبعا. تمام. المعلقه بتاعته كانت المناسبه بتاعتها ان في راجل جه قال له انت اسود وعابه بسواده، وبعدين قال له ده انت مامتك اما وبرده عابه يعني برق امين، وقال له ده انت كل القصائد بتاعتك قصائد طويله قصيره. فقام عنتره قال له طب بص بقى، طب انا هكتب حاجه طويله، وقام كتب يعني معلقة وصلت أبياتها 75 بيت من كتر ما هو كان عاوز يتحدى الراجل ده. وقيل عنها إن هي أجمل المعلقات، أسهلها لفظا، أبدعها وصفا، وأكثرها انسجاما. ده اللي قيل عن قصيدة عنترة. تنوع عنترة بين الذاتية
والقبلية بين الذاتية والقبلية، وكان دايما بيفتخر بقبيلته، كان بيقل عنده غرض المسح والرثاء بس بيضغط طغى الغزل على حبيبته عبلة. تمام. آخر حد من شعراء المعلقات هو الحارث ابن حلزة. الحارث ابن حلزة اشتهر بمعلقته، وكان له دور برضه في الحرب اللي ما بين بكر وتغلب. طبعا احنا عارفين ان تغلب ده اللي عندهم مين؟ عندهم عمرو بن كلثوم، وده اللي قتل عمرو بن هند. انما بقى هو بقى حارث ابن حلزة ده كان من قبيلة بكر، وتبدو فيها يعني خبرة الشيخ وكثرة تجاربه وأناة الحكيم. تمام. كان عامة يعني هي قصة بكل بساطة ان هما دلوقتي كان عمرو بن هند موجود علشان يحكم ما بين القبيلتين، فاللي حصل ان ساعتها الحارس بن حلزة كان مريض، فقام جه بداله خطيب يعني علشان يستعطف عمرو بن هند اسمه النعمان بن هرم. بس النعمان بن هرم ما كانش بالكفاءة الكويسة، تمام، لدرجة انه خلى عمرو بن هند يغضب عليه. فساعتها الحارس بن حلزة تغاضى عن مرضه وقام وقال خطبته ارتجالية. يعني الحارس بن حلزة ده غير خالص زهير بن ابي سلمى اللي هو شاعر الحوليات. حارس بن حلزة قال قصيدة ارتجالية، تمام، هجا فيها قبيلة تغلب، تمام، وصف يعني مدح فيها طبعا الملك عمرو بن هند، وافتخر بقبيلة بكر، تمام، افتخر قوي قوي بقبيلة بكر. وطبعا طبعا التزم بمنهج القصيدة الجاهلية، البكاء على الأطلال ووصف الناقة، وعرف ان هو يستميل بيها قلب عمرو ابن هند اثناء تحكيمه، لدرجة ان هو انقلب الى جانب البكريين. وبكده ممكن نقول تاني السبع شعراء عندنا. اول واحد امرؤ القيس اللي هو عرف بالملك الضليل او امير شعراء الجاهلية. تاني واحد عارفين طبعا ان هو طرفة ابن العبد اللي هو اصغر الشعراء عمرا، واللي اتعرف ان هو يعني بيكتب قصائد كويسة جدا جدا جدا، ويلقب بالغلام القتيل. بعدين عندنا زهير بن ابي سلمى شاعر الحوليات. طبعا عندنا لبيد بن ربيعة اللي هو يعني من الفرسان المعمرين، وطبعا عارفين يعني كلنا ان لبيد ابن ربيعة طبعا هو عاش كتير جدا. في حاجة ما قلناهاش، ان هو النابغة الدبياني، وده كان شاعر من الشعراء الكويسين جدا ساعتها، قال له هو طفل ان عينيك لعين الشاعر، وكان حاسس بالموضوع ده. عندنا عمرو بن كلثوم، طبعا عارفين هو ده احد فتاك العرب. وكمان عندنا عنترة بن شداد، واخيرا الحارث ابن حلزة. وبكده نكون خلصنا سبع شعراء.